اليوم الأحد 16/9/1432، نحن الآن أمام مبنى جمعية الثقافة والفنون بالطائف بالفيصلية. الإفطار السنوي لجمعية الثقافة والفنون بالطائف. يا مرحبا، هلا بك، يا مرحبا، شرفتنا والله. أعطينا فكرة عن هذا الإفطار. طبعا افطار سنوي من 10 سنوات تقريبا، كل الفنانين وكل المثقفين في جمعيه الثقافه والفنون وايضا في اي منشاه اخرى من المنشات الثقافيه الموجوده في الطائف يجون حياهم الله، ونجتمع سنويا هنا كل منتصف رمضان، يعني 15 الى 16 رمضان ثابت. وبعدين مسوين مسابقه اليوم ما شاء الله. ايوه، كيف لازم مسوين افضل طبق رئيسي وافضل طبق حلا وافضل حضور متميز. افضل حضور متميز، نعم. وافضل افضل افضل سوبيا. يعطيك العافيه، سلام. يعطيك العافيه، تسلم. اكيد بدر.